المسألة الأخرى في هذا المجال قضية أن الغاصب يعني يشبهه الشخص الذي يدل اللص على هذا الشيء المغصوب، يعني مشهور اللص معناها الخانب. نعم، قال له إن فلانا عنده كذا كذا في المكان الفلاني، فدله ولولا دلالته لا يعرف هذا الشيء، فذهب اللص وسرق من هذا من صاحب السلعة، سرق منه هذه السلعة بناء على دلالة شخص آخر، فالذي دل أيضا هذا نعم يصبح شريكا في المسألة وعليه الضمان. إذا أخذ الغاصب بضمان الشيء فذاك، وإذا لم يؤخذ من يضمنه؟ الذي دل على هذا الشيء، دل الغاصب على ذلك، أو دل اللص، أو دل ظالما كذلك أحيانا حاكم الظالم أو ما يشابهه، نعم يعني يدله شخص على مال فلان، وهذه تحدث بكثرة في الحكام الظلمة، فهذا الذي دل هو الذي يضمن إذا لم يقدر على الغاصب بعينه. نعم، نرجع بعد ذلك للدال على هذا الشيء، للص أو للظالم، فهو الذي يجب أن يدفع هذا الثمن، إن كان مثليا فمثلي، وإن كان مقوما فالقيمة.